اهلا وسهلا فيكي. ميرسي ميرسي رزان. شاكو ماكو. اني زينه واني سعيده جدا. اول شيء لانه رزان انت من الناس اللي بحبهم كثير واللي بلاقيهم كثير مهضومين. عن جد فمبسوطة أكيد أنه أكون معكم ومع هالجمهور الحلو. يعني أنا بدي وجه تحية كتير كبيرة لكل أحبابنا شعبنا الصامت بالعراق. الله يسلمك. كتير كبيرة. وفعلا يا شادة بدي أقول لك خوش صوت. الله يسلمك. وخوش صبية بالعراق. الله يسلمك. شو أنا سعيدة سعيدة بهالطلة طبعا من بيتي الكبير والبيتي الوحيد الـ LBC. سعيده جدا بهالطله الحلوه. طبعا طبعا كلنا بنتذكر جماهيريتك وفوزك ببرنامج ستار اكاديمي. طبعا انت عشت تجربه الريد تي في، قد ايه كانت صعبه يا شاد عليك؟ صعبه هي مو سهله، وانا برايي تتسوى مره واحده بالحياه، بس اكثر من هيك ابدا لا. بس هي تجربه بتعلم كثير لقدام، يعني بتعلمك كثير اشياء. هي تجربه حياه مصغره للحياه اللي برا، فبقول لهم انتم ما خسرتوا شيء لكل الموجودين. وطبعا اريد اسلم عليهم كلهم وكل البلدان مغاربه كلهم. و شو معنى وعد عرقوب؟ وعد عرقوب بلبنان يقولون على الوعد يا كمون. او دائما الوعد اللي ابدا ما بيتحقق. اللي ما بيتحقق يعني بتوعديني وعد ما بتوفيه. هو عاده الصبايا ما بيوعدوا وعد ما بيوفوا، عاده الشباب بيوعدونا ما بيوفوا. انا بغني عليكم كلياتكم توفوا بوعودكم بليز. حدا وعدك وعد شدة بحياتك وما وفى؟ في كثير، اكيد في كثير. شو بتقولي لهم هلا؟ بقول لهم يلا بتصير. بقول لهم الله كريم. الله كريم والله كبير. الله يشفيكم. شدا حضرتك صبيه وحلوه وناجحه، وان شاء الله يا رب تلاقي فارس احلامك. الله يسلمك. بالعلاقه، علاقه الحب وخاصه مع الرجل، الست لازم تحكم عقلها اكثر ولا قلبها اكثر؟ لازم الاثنين، بس انا كشخص كثير بيتحكم قلبي لما بكون بعلاقه عاطفيه. سريعا هيك قلبي بيروح فيها والسامعة. يعني. والسامعة. بس اكيد كمان. مهم انه كمان العقل يكون موجود في العلاقه لتقدر تستمر. طب قد ايه انت قريبه من مشروع زواج شدا هلا؟ انا قريبه جدا، يعني بعد شي 10 سنين. ان شاء الله اقرب يا شادة لحتى نفرح فيكي. بدي اشكرك على الاغنية الاولى، حيكون لك اغنيتين واطلالة بهالسهرة الرائعة والعرس التلفزيوني الكبير اخر برايم من اسمه نصيب لتزفي عروستنا. سقف كتير كبيرة لشادة حسون. اهلا وسهلا فيك، نورتينا. اما هلا جمهوري